ومستمرين معكم هنروح ونيجي في كثير من الموضوعات النهارده مع ضيوفنا في حلقه مهمه جدا 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 ومواصله لحلقاتنا التاريخيه مع اوسكار قناه الشمس الاول. النهارده لما نلاقي المجموعه الاولى والنهارده عرض لكم التقرير الاول واجي اخد تعليق الضيوف. المجموعه الاولى صعد منها مين؟ صعد منها الجونه اللي تعادل بالامس 1-1 في اولى مبارياته مع سموحه. الجونه تاسس عام 23، شارك في دوري القسم الرابع، تاهل مع الحاج احمد الصحيفي صديقي العزيز في 2010 2009 2010 للدوري الممتاز لاول مره، قعد 5 سنين، هبط مره لدور القسم الثاني 14-15، ثم عاد 2018-19 واستمر حتى 2021-2022، ومباشره هبط سنه ثم عاد سريعا على يد المحترم المدير الفني الرائع احمد مصطفى بيبو، ومعه كان مشرفا عاما على الكره حسام الزناتي اللي انا بحييه جدا، وايضا تحيه للمحترم سميح ساويرس. واحنا بنشوف الجونه بيبو ده اللي صعد اسوان، طبعا هو صعد اسوان وبعديها على طول صعد الجونه، ولذلك بص ارقام بيبو. بيبو واحنا بنكرم الجونه وسميح ساويرس كان لازم نكرم احمد مصطفى بيبو المدير الفني، وهو افضل مدير فني في المجموعه الاولى لموسم 2022-2023 بالارقام، وهو المدرب العام الحالي مع الكابتن ايمن الرمادي لنادي سيراميكا كيلوباترا. لعب 30 مباراه هذا الموسم يا جماعه، اهو احمد مصطفى بيبو مع الاستاذ مع الكابتن مع الاستاذ الاعلامي الكبير احمد الدغيدي، فاز في 21 مباراه، تعادل في 6 مباريات، اتغلب 3 مرات فقط، 54 هدف عليه 23 هدف، حصد 69 نقطه وتصدر المجموعه وصعد للدوري الممتاز، وجعل الجونه افضل نادي في القسم الثاني في المجموعه الاولى موسم 2023، وبالتبعيه هو كان افضل مدير فني في الموسم من المجموعة الأولى 2022-2023، وتسلم الجائزة عن نادي الجونة الكابتن المحترم أحمد نور، وحضر بنفسه الكابتن أحمد بيبو، وكمان أجرينا معاه لقاء مهم. نشوف ثم ناخد تعليقات من ضيوفنا على أفضل نادي وأفضل مدير فني في المجموعة.